هذه المعاناه بالامس ذهبت الى معبر رفح حيث شاهدت حاله من التناقض ازمه انسانيه تحدث من ناحيه ومن ناحيه اخرى شاهدت مئات الشاحنات المحمله بالمؤن الغذائيه والمواد الطبيه لسنا فقط نعبر المعبر ولكن على جانب المعبر من الطرف الاخر اشخاص بلا ماوى بلا غذاء بلا بلا دواء امهات تعاني اطفال تعاني وعلى الجانب الاخر شاحنات ملأة بالمؤن وعلى الجانب الاخر معدات جوعى خاوية من الطعام كل هذا لصعوبة عبور الممرات وصعوبة عبور المؤن الغذائيه الى قطاع غزه واود ان اعرب عن خالص شكري لمصر على هذا الدور الحاسم الذي تلعبه مصر ولكن شعب غزه بحاجه منا الى التزام لبذل المزيد والمزيد وتقديم كل المساعدات الانسانيه الى غزه وبالطبع نحن نعمل بلا كلل ولا ملل مع كل الاطراف المعنيه لحل هذه المشكله السيدات والساده لاكون واضحا معكم ان معاناه الشعب الفلسطيني هي معاناه يجب ان نتخلص منها لان قضيتهم عادله وشرعيه كذلك فإن هذا الصراع الذي دام أمده على مدى 65 عاما علينا أن لا ننحيه جانبا ولا يمكن لأي شيء أن يعلل الإجراءات التي اتخذتها حماس والتي تهدد بها الإسرائيليين المدنيين كذلك فإن الأمور المروعه بحق الفلسطينيين يجب تطبيق القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف يجب تطبيقها والالتزام بها وعلينا ان نحمي المدنيين والا نهاجم المستشفيات والمدارس ومقرات الامم المتحده وكل الملاجئ السيدات والساده اصحاب الفخامه ان هدفنا قصير الاجل يجب ان يكون واضحا تقديم المساعده الانسانيه بطريقه مستدامه وبلا توقف الى غزه، كذلك تحرير الرهائن بطريقه فوريه، وكذلك بذل الجهود لمنع انتشار واستشراء العنف الذي سوف يستشري في المنطقه، وكذلك اود ان ادعو الى وقف اطلاق النار الان اصحاب الفخامه ان جهودنا جميعا ومواردنا جميعا بحاجه الى بذل المزيد والمزيد ونحن ونحن نركز علي وقف بحر الدم هذا لتحقيق الامن والسلام علي اساس حل الدولتين ان اسرائيل يجب ان يجب ان تكون هناك حاجه لكفل السلام لها والامن لها كذلك وعلى الشعب الفلسطيني ان يحقق اماله بناء علي قرارات الامم المتحده والقانون الدولي والاتفاقات السابقه حان الوقت لاتخاذ الاجراءات الاجراءات لانهاء هذا الرعب وهذا الكابوس كذلك هذا الكابوس الذي يهدد الاطفال في فلسطين واسرائيل بل والعالم شكرا